إذن لمزيد عن الصراع الأمريكي الإيراني في ظل التحشيد العسكري الأمريكي للدفع لمواجهة عسكرية ربما مع إيران، معنا هاتفيا من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم، نرحب بك. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم حق النقد فيتو على تشريع يحد أو يقلل من قدرته على شن حرب ضد إيران واستخدام صلاحياته، هل تعتقد أن ترامب يستعد بالفعل للتحرك من مربع العقوبات إلى مربع آخر قد يبدو عسكريا في القريب؟ أولا، وبالنظر إلى ما يحدث في السياسة الخارجية الأمريكية وتحديدا تصريحات مايك بومبيو الأخيرة، فإن لا زالت هنالك عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وتسعى إلى أخذ المبارك الأوروبية في عقوبات صارمة ضد المشروع الصاروخي الإيراني وقدرات إيران الصاروخية. بالتالي الولايات المتحدة حتى اللحظة تفكر باستخدام القوة ضد إيران في حال تطلب الأمر. لكن وبالنظر إلى الانتخابات المنتخبة الأمريكية في نوفمبر المقبل وجائحة كورونا والضغط الأمريكي من قبل الديمقراطيين على دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، فالولايات المتحدة تحاول أن تجتنب خيار الحرب في قبل الانتخابات، لأن الخوض الحرب مع إيران في هذه المرحلة وتحديدا في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم كله سيشكل خطرا حقيقيا على إدارة ترامب في نقلتهم أو في خوضهم الانتخابات الأمريكية. بالمقابل، كيف تجد رد الفعل الإيراني تجاه خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلنها؟ الإيرانيين دائما يراوغون في السياسة، فكل ما حصلت تطورات في الشأن النووي وفي العقوبات الأمريكية دائما يحاولوا أن يذهبوا إلى الأوروبيين وإلى الروس والصين حتى يكسبوا شرعية سياسية ويكسبوا رأيا سياسيا في المجاميع الدولية يخفض ويخفف الضغط الأمريكي والدولي ضدهم، لا سيما في الآونة الأخيرة حيث الاضطرابات والاحتجاجات وإسقاط الطائرة الأوكرانية وكثير من الإشكاليات والأزمات التي عصفت بالنظام الإيراني وظهرت بوجهة إيران في المجاميع الدولية. بالتالي الإيرانيين اليوم يحسبون كل الحساب على الانتخابات المقبلة ويتمنوا لو أن الديمقراطيين حصلوا على هذه الانتخابات حتى يقل من العقوبات الأمريكية تجاههم. أيضا في سياق تقليل النفوذ الإيراني في المنطقة وفي تصريح لمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، هذا التصريح تزامن مع خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بومبيو أن إيران تواصل دعم الإرهاب وعليها أن تغادر سوريا، كيف تقرأ هذا التصريح لبومبيو؟ أولا، في النظر إلى الملف السوري يجب أن يعني تتطابق كل الرؤى مع الموقف الإسرائيلي في سوريا، لأن الإسرائيليين دائما كانوا على أشد العقوبة على أشد الخلاف مع الأمريكيين ومع الجهات الإقليمية في الوجود الإيراني في سوريا، لطالما الإسرائيليين ضربوا المواقع الإيرانية وضربوا الحرس السوري الإيراني أكثر من 100 مرة حسب التصريحات التي قامت بها الإعلام والسلطات الإسرائيلية. بالتالي الوجود الإيراني هو أساسا ضعيف ومهمش جدا جدا في سوريا، ولا يرقى إلا إلى وجود إعلامي وإلا إلى يعني بشكل ضعيف جدا فقط من أجل الاستهلاك المحلي والإقليمي والإعلامي. الإيرانيين يريدوا أن يقولوا أننا لازلنا نملك الكلمة في سوريا ولازلنا نملك الخطوات التي تضغط على الجهات الإقليمية حتى تقبل وجودنا في سوريا، لأن وجودنا هو مهم وعامل استراتيجي يحفظ التوازن بين إيران وبين إسرائيل والقوى الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية في المنطقة. بالتالي بومبيو عندما يصارح بأن يعني يجب أن يتراجعوا من التقلقل في الدول مثل العراق وسوريا، هو يعي بذلك ويعي بهذا التصريح أن هنالك خلل بالموازنة الأقليمية وهنالك تصاعد نفوذ إيران في تلك الدول، لذلك اشتغلوا وعملوا على ضعف وقصر أيادي إيران وأضعف إيران في المنطقة
بكل من كل الجوانب، لا سيما الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والعقوبات التي فرضوها على إيران، وهي أقوى وأشد عقوبات استطاعت أن تضرب كاهل النظام الإيراني واستطاعت أن تخفض النفوذ والتغلب الإيراني في تلك الدول. ولكن سيد طارق، كما تعلم إيران تستخدم حرب الوكالة وتعتمد على أذرعها وميليشياتها بالتحديد في المنطقة، خصوصا في العراق لديها ميليشيات مختلفة تدين بالولاء لها وتستهدف المصالح الأمريكية. كيف ستتعامل معها الولايات المتحدة في الخطوة المقبلة، سواء في العراق وحتى حزب الله اللبناني وميليشيات الحوثي في اليمن وغيرها؟ اولا الحوثيين هم اليوم اضعف بكثير مما كانوا عليه في 2012، وحزب الله اللبناني اليوم هي المنظمه الارهابيه المصنفه عالميا، وحتى الاسبوع الماضي المانيا ادخلت وادرجت حزب الله في قائمه الارهاب، كما غامس هذه الخطوه من قبل بريطانيا والولايات المتحده وكندا وكثير من دول العالم. حذرت التعامل مع حزب الله وصنفت حزب الله كمنظمة إرهابية تتعامل مباشرة مع إيران، وكذلك نفوذ حزب الله في العراق اليوم غير مرغوب من قبل أمريكا ولا من قبل الجهات الإقليمية، بالتالي اليوم حتى النفوذ الإيراني في العراق أقل بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية، لأن إذا أخذنا بعين الاعتبار الضربة الأمريكية الغاصمة التي غتلت بها قاسم سليماني ورئيس الحشد الشعب العراقي، هي كانت رسالة واضحة وموجهة أولا للقيادة العراقية والحكومة العراقية بأننا نراقب الأمور عن كثب، ويجب أن تكون كلمة أمريكية هي الكلمة الأفضل والأعلى في العراق، وتحديدا ترسم السياسة الاستراتيجية الأمريكية في العراق. وكانت أيضا رسالة إلى الإيرانيين بأننا نستطيع أن نتعامل مع كل الآليات ومع كل الخيارات، خيار الحرب، خيار العقوبات، خيار النفوذ الدبلوماسي، خيار النفوذ العسكري، خيار وجود القواعد الأمريكية في المنطقة لا سيما وفي العراق. نعم، شكرا جزيلا لك هاتفيا من أصل الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم.